النهارده طبعا حضرتك اتكلمت على محمد صلاح، اتكلم على محترفينا بقى. انت النهارده قلت محمد صلاح نزل في الدقيقه 60، لعب النهارده 34 دقيقه. محمد صلاح النهارده الوقت اللي نزله يعني كان ايجابي جدا، من احسن نص ساعه شفتها لمحمد صلاح من فتره طويله. 34 دقيقه، ثلاث تسديدات على المرمى، اثنين مراوغه ناجحه، تصويبه في العارضه، دقه التمرير 81%، صنع فرصه، لمس الكره 26 مره، فاز بالثنائيات الارضيه 6 مرات، كان اقرب، كان قريب جدا انه يسجل هدف، ولكن ان شاء الله تتعوض باذن الله تعالى. كلوب النهارده اتسال على محمد صلاح قبل المباراه، وقالوا له محمد صلاح والجلوس على مقاعد البدلاء والكلام ده كله. قال محمد صلاح مش اختياره، ده قراري انا، وهو تقبل الموضوع بنسبه كبيره جدا وتفهمه بنسبه 100%. مو على محمد صلاح قال لك مو مش سايح هنا، هو جاي عشان يساهم مع الفريق ويشارك بكل تاكيد، لكن لسه جاي من بطوله كبيره، لعب في 4 مباريات متتاليه 120 دقيقه. لكن انا بحب محمد صلاح، ولكن اتوخى الحذر في الحاجات اللي زي دي، لان عايز احافظ على اللاعب النهارده بتاعي. جوتا جاب كمان هدفين يعني بيقرب من صلاح، يعني صلاح جايب 16 هدف في ترتيب قمة ترتيب هدافي البريمير ليج، جوتا دلوقتي بقى 12 هدف متفوق على جيمي فاردي وسونج هيونج وكريستيان انو وكريستيان رونالدو. يعني دلوقتي بتكلم صلاح 16 وراه جوتا على طول، وبعد كده فاردي 9 وسونج هيونج 9 وكريستيان رونالدو 8 وساديو ماني 8 ورافينيا 8 وإيميل سميث 8 وناس كتيرة ورياض محرز من مانشستر سيتي 7. يعني اتمنى غياب صلاح عن التهديف مع ليفربول، نتيجة تهديفه مع المنتخب ما تأثرش في معدل تهديفه مع فريقه ليفربول ان شاء الله ان الفترة شاء الله، الجاية انا ان شاء الله باذن الله واثق المباراه الجايه محمد صلاح هتلاقيه بيسجل ان شاء الله باذن الله. ان حتى شاء النهارده الله. كمان كلوب من كلامه عليه بيقول لك انا يعني عايزين نعرف ان محمد صلاح له وقت لازم مناسب انا اقدر اشكه فيه، انا عارف اللعيب بتاعي كويس ولازم اشكه في الوقت المناسب، ولازم اكون حذر جدا لانه برضه تعبان ولازم اراعي الحاله اللي هو فيها. لما سال برضه على ساديو ماني قال لك ده وصل الفجر النهارده لانجلترا وصعب جدا انه يلعب، وراح على منزله، لكن ان شاء الله من بكره هيبقى موجود معانا في تمام التمرينات. تمام